اليوم الثالث على التوالي، وأبناء الجالية الجنوبية في بريطانيا يحتفلون بمناسبة عيد الفطر المبارك وبمناسبة انتصارات المقاومة الجنوبية في العاصمة عدن. وفي هذا اليوم الأحد 19 من يوليو 2015 ميلادية نظم شباب الجنوب في مدينة شيفيلد حفل ثقافي وفني كبير بهذه المناسبة. ولكن قبل أن نعرض عليكم فقرات هذا الحفل الفني والثقافي الكبير، دعونا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن احتفالات أبناء الجالية الجنوبية خلال الأيام الماضية. فبطريقة عفوية وتعبيرا عن فرحهم ووفائهم لوطنهم، خرج أبناء الجنوب إلى الشوارع في أغلب المدن البريطانية، وفي منتصف الليل يطلقون الألعاب النارية ويؤدون الرقصات الشعبية على أنغام أغاني الثورة الجنوبية، رافعين أعلام دولة الجنوب ومرددين الشعارات التي تحيي أبطال المقاومة الجنوبية. حيث بدأت الاحتفالات فور ورود الأنباء التي تتحدث عن ما حققه أبطال المقاومة الجنوبية من انتصار وتحرير العاصمة الجنوبية عدن من قبضة ميليشيات الإرهاب التابعة للحوثيين والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح. عشان حفل العيد بعد حفل عدن، عشان عيد الفطر ونجاح العدن. أجينا عشان أحتفل بالعيد الفطر ويوم انتصار عدن. عشان انتصار عدن واحتفال عيد الفطر. كما شاركهم الكثير من أبناء الجاليات العربية والإسلامية في هذه الاحتفالات، حيث أعرب الجميع عن سعادتهم بما تحقق من نصر في عدن وطرد ميليشيات الإرهاب الحوثية منها، متمنين أن يتم طردهم من جميع أنحاء اليمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم من ليبيا، أهلا وسهلا بكم. نهني أخوتي في اليمن على انتصارهم الجميل هذا، وربي يهنيهم إن شاء الله ويكونوا في أحسن حال يا رب، وإن شاء الله ربي يهني البلاد والدولة الإسلامية إن شاء الله في أحسن حال يا رب العالمين. شكرا والسلام عليكم. إن شاء الله I congratulate them. I'm very happy tonight and إن شاء الله they will be successful again. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وفي يوم عيد الفطر المبارك خرج أبناء الجالية الجنوبية والجاليات العربية والإسلامية أداء صلاة العيد ولتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك وبمناسبة انتصار المقاومة الجنوبية في العاصمة الجنوبية عدن. الأمة العربية والإسلامية بمناسبة قدوم هذا العيد الفطر المبارك، جعل الله علينا وعلى جميع الأمة العربية والإسلامية بالخير والوفاء، يعافينا وطننا، وإن شاء الله النصر قريب بإذن الله تعالى. شعب الجنوب الحر قد لاف النداء، شعب الجنوب الحر قد لاف النداء. وفي هذا اليوم الأحد 19 من يوليو لعام 2015 ميلادية نظم شباب الجنوب في مدينة شيفيلد البريطانية حفل ثقافي وفني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وبمناسبة انتصارات المقاومة الجنوبية في العاصمة عدن. نزف أسمى آيات التهاني والتبريكات لشعبنا الجنوبي وللأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى جميع المسلمين باليمن والبركات. كما نشكر الأخوة الجنوبيين الذين حضروا اليوم وآزرونا في حفلنا ودعمونا لإتمام هذا الحفل الكريم، ونخص بالشكر الكوكبة الشبابية الذين نظموا هذا الحفل والذين كانوا وراء هذا الحفل، ولولاهم لما كان هذا الحفل خرج بهذه الصورة الطيبة.
ونتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحفل الثقافي والفني تخللته الكثير من الفقرات الغنائية والرقصات الفلكلورية للموروث الثقافي الجنوبي. والآن نترككم لمشاهدة فقرات هذا الحفل الثقافي والفني الكبير، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره، سبحانه جل من قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والصلاة والسلام على خير البرية ومعلم البشرية محمد الأمين، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. آبائي وإخواني الحاضرين جميعا، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نزف لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية باليمن والبركات. والحمد لله جل وعلا القائل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ونبارك لكل أبناء الجنوب الانتصارات التي حققتها المقاومة الجنوبية في عدن وضواحيها، التي بثت الفرحة والسعادة في قلوب كل الجنوبيين في الداخل والخارج، فالله دركم أبناء الجنوب. الحاضرون جميعا، يشرفنا تواجدكم ونحن سعداء اليوم بحضوركم جميعا، شاكرون مشاركتكم ودعمكم لنا، فباستجابتكم تتم فرحتنا وباهتمامكم يكتمل حفلنا، ولله تعالى ندعو أن يجمع شملنا ويديم ودنا ويرفع إلى المقامات العلى وطننا. أما بعد، خير ما نفتتح به حفلنا هذا بآيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الطفل أحمد نصر العيسائي، فليتفضل مجزيا من الله مشكورا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجلاء لهمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. أما بعد، أخواني الكرام، نترككم مع فقرة فيديو لتشاهدونه إن شاء الله لثورة الجنوب وانتصارات الجنوب، فليتفضل الأخ صهر بالافتتاح. والآن مع الأخ الفنان
ياسر العودلي في فقرة تحت عنوان فقرة شهيد. Hallelujah.
سمارة يا سمارة سمارة يا سمارة مسكين الغريب وحده أو يا مسكين الغريب وحده مسكين الغريب وحده وأشر لي إشارة وأشر لي إشارة لكن ما عرف قصده بحبوك العوازل برقصة الشعبية كلها يلا يا كريم القول وعالم حنا وعالم حنا عالم حنا حنوا بالحنا يا حياة الروح ساعات الحنا تشفي المرض كلها يلا يا كريم القول وعالم حنا وعالم حنا وعالم حنا وعالم حنا ليه يا بوي وليه يا بوي يا بوي تدلع على ذي يحبك ليه يا بوي يا بوي ليه يا بوي يا بوي تدلع على ذي يحبك وانت ذي كنت لا دايم دايم سلا كيف لك اليوم اليوم تضحك من بكاء وانت ذي كنت لا دايم دايم سلا كيف تضحك بدمعة وانت عينه وسمعه وكيف تضحك بدمعه وانت عينه وسمعه قد كرهته قد نسيته وليه يا بوي ثوب الدم يطلع بخده كل ما احط يدي من الهواء فوق يدك ليه يا بوي يا بوي ليه يا بوي ثوب الدم يطلع بخدك أبوي كل ما حط يدي من الهواء فوق يدك لا متى ذا الحياة ذا الحياة لما متى انت انت يا ألف يا ألف يا نونتا لا متى ذا الحياة ذا الحياة لما متى انت انت يا ألف يا ألف يا نونتا وليه تخزى وتخجل ليه والحب حلل وليه تخزى وتخجل وليه والحب حلل ليه تفجع ليه تفجع ليه تفجع وليه تفجع وليه تفزع وليه تفجع ليه يا بوي تنكرني وانا لك خليل ليه 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 يا بوي ليه يا حوثي تتجنن وتدخل لأرضي تقتل وتذبح وتسفح دمي وعرضي برع يا حوثي يا عفاش مالك بقى في عدن قبرك قبرك بذوق البلاء برع يا حوثي يا عفاش مالك بقى في عدن قبرك قبرك بذوق البلاء ايش تحسبها سهلة ولا نزهة ورحلة ايش تحسبها سهلة ولا نزهة ورحلة قد كرفتك قد طردتك قد كرفتك قد طردتك قد سحلتك قد قتلتك ليه يا حوثي ما تفهم إلا بالعصا والصميل ليه 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 يا بوه وبالحر قد لاف النداء هذا نداء الأبطال يهدي للهدى هذا
هيا لنزع الحق من ايدي العدا، واللي صغار الظلم نسقيها الردا. هيا لنزع الحق من ايدي العدا، واللي صغار الظلم نسقيها الردا. شعب الجنوب الحر قد لاف الندى، شعب الجنوب الحر قد لاف الندى. شعب الجنوب ناضل لتتحرر، شعب الجنوب ناضل لتتحرر، ناضل لكي تفني حوثي ومستعمر بالسيف، ناضل لكي تفني حوثي ومستعمر بالمدفع الهادر بالسيف والخنجر. بالنور ويا النار عن ثورتك عبر. شعب الجنوب الحر هيا للفداء، شعب الجنوب الحر هيا للفداء. شعب الجنوب ناضل لتتحرر، شعب الجنوب تتحرر، ناضل لكي تفني حوثي ومستعمر بالمدفع الهادر بالفاس والخنجر. بالنور ويا النار عن ثورتك عبر، عن ثورتك عبر. ولا يسعنا في هذا الوقت إلى أن نشكر جميع الداعمين ونشكر الكوكبة الشبابية التي قامت بتنظيم هذا الحفل على أكمل وجه، ونشكر أبناء المحافظات الجنوبية التي جعلونا نفرح هذه الفرحة العظمى، كما نشكر الإعلامي نصر العيسائي لتغطيته هذا الحفل. وننهي معكم حفلنا هذا، شكرا جزيلا، شكرا مرة أخرى. اليوم الثالث على التوالي وأبناء الليالي الجنوبية في بريطانيا يحتفلون بمناسبة عيد الفطر المبارك وبمناسبة انتصارات المقاومة الجنوبية في العاصمة عدن، وستكتمل أفراحنا إن شاء الله وأعيادنا بتحرير آخر شبر من أرض الجنوب. نصر العيسائي من مدينة شيفيلد البريطانية.